وصلنا للأمتار الأخيرة من بطولة يورو 2020، مباراتي نصف النهائي من العيار الثقيل، المنتخب الإنجليزي في مواجهة المنتخب الدنماركي، والمنتخب الأسباني بيصطدم بالعملاق الإيطالي. كل منتخب عنده الدوافع الشخصية اللي عايز يحقق من خلالها البطولة. المنتخب الدنماركي مثلا اللاعبين عايزين يهدوا اللقب لكريستيان إريكسن اللي تعرض لحادث خطير جدا في المباراة الافتتاحية أمام فنلندا، ولاعيبة إيطاليا عايزين يهدوا اللقب لسبيناتزولا. سبيناتزولا هو ظهير أيسر المنتخب الإيطالي اللي تعرض للإصابة بوتر أكيليس في مباراة بلجيكا الأخيرة. كمان المنتخب الإسباني إنريكي عنده تحدي من نوع خاص بعد ما ضم عدد من اللاعبين الشبان بيدري وفيران توريس والسبعة لاعيبة ريال مدريد زي سيرجيو راموس وأسينزيو وناتشيو. النهاردة عنده تحدي من نوع خاص، عايز يتوج باللقب علشان يثبت للكل إن اختياراته في الأول كانت صح. أما المنتخب الإنجليزي فده بقى الحدوتة، عنده تحدي من نوع خاص. المنتخب الإنجليزي هو المنتخب الوحيد ما بين الأربع منتخبات في نص النهائي اللي لم يتوج من لقب من قبل. الدنمارك فازت سنة 98، إيطاليا فازت سنة 68، إسبانيا فازت 3 مرات، أخرهم طبعا بطولتي 2008 و2012. أما المنتخب الإنجليزي بتاريخه العريق مهد الكورة في العالم لم يتوج من قبل ببطولة اليورو، وبالتالي تتويج المرة دي هيكون كاس تاريخية للإنجليز. هاري كين عنده تحدي من نوع خاص، سجل 3 أهداف حتى الآن، عايز يزود من رصيد أهدافه ويصارع رونالدو ويصارع باتريك شيك نجم المنتخب التشيكي على صراع الهدافين. زي ما انتوا عارفين باتريك شيك ورونالدو كل واحد عنده 5 أهداف، هاري كين 3 أهداف، وهو اللاعب الوحيد اللي ما بين اللاعبين الهدافين اللي مستمر حتى الآن في صراع صدارة هدافي اليورو. كمان السيرلينج معاه 3 أهداف وعنده برضو طموح شخصي ان هو يتوج باللقب. أكتر لاعب صنع أهداف لهاري كين خلال القرن ال21 هو ستيرلينج، 6 أهداف صنعهم لهاري كين. أكتر ثنائي صنع وسجل هو هاري كين وستيرلينج خلال القرن ال21 للاعبين الإنجليز. هاري كين طبعا سجل 9 أهداف حتى الآن في كل البطولات الكبرى مع المنتخب الإنجليزي عبر تاريخه، سجل 9 أهداف عادل بيهم ألان شيرر قدامه جول واحد بس، ويعادل جاري لينكر هداف الإنجليز في كل البطولات الكبرى كأس العالم واليورو. تاريخ المواجهات ما بين الدنمارك والانجليز بيرجح شويه كفه الانجليز، ولكن مش بفارق شاسع قوي، يمكن 5 مواجهات فقط جمعت انجلترا والدنمارك في بطوله اليورو. انجلترا فازت 2 والتعادل حسم 2، والدنمارك فازت 1. اخر مواجهه ما بينهم بتحمل بشره ساره للمنتخب الدنماركي لما تعادلوا بدون اهداف في بطوله سنه 92، ووقتها توج المنتخب الدنماركي بالبطوله. واخر مواجهه جمعت الدنمارك وانجلترا في كل البطولات كان من 8 شهور بس على ملعب ويمبي لما المنتخب الدنماركي فاز بهدف نظيف للغائب الحاضر كريستيان إريكسن من ضربة جزاء. المنتخب الإيطالي أمام المنتخب الإسباني تحدي من نوع خاص، يمكن اتواجهوا قبل كده في بطولة اليورو 6 مرات، 3 مرات انتهت بالتعادل. المنتخب الإيطالي فاز 1 سقر بها نفسه شوية بعد بطولتي 2008 و2012. بطولة 2008 المنتخب الإسباني أقصى المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح في ربع النهائي، وتوج المنتخب الإسباني باللقب في النهاية. وبطولة 2012 اتقابلوا في المباراة النهائية، وقتها إسبانيا اكتسحت إيطاليا 4-0، أكبر نتيجة في تاريخ نهائيات اليورو، 4-0 لما إسبانيا توجت باللقب على حساب إيطاليا. إيطاليا حاولت تستعيد ذاكرة الفوز أمام إسبانيا وتحقق أول فوز في تاريخها قصاد إسبانيا باليورو، ونجحت في ده سنة 2016 لما أقصتها من دور الـ16 بهدفين نظيفين. توقعوا لنا بقى نتائج مباراتي نص نهائي إنجلترا والدنمارك، مين هيفوز بإيطاليا وإسبانيا، مين هيفوز؟ زي ما أنتوا عارفين على موقع يلا كورة عندنا مسابقة على صفحة بطولة اليورو، اللي بيتوقع المباريات صح واللي بيتوقع الطريق لمباراة نهائية بيفوز معانا ببلاي ستيشن 5. يلا توقعوا المباراتين ونتقابل مع بعض بعد مباراتي نص النهائي، ونتكلم بقى عن النهائي، نهائي يورو 2020. كنت معاكم محمد مصطفى، نتقابل مع بعض في نهائي بطولة اليورو.